بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في الحلقة 29 من مقرر إدارة المشتريات والمخازن. تناولنا في الحلقة السابقة الجوانب المتعلقة بالرقابة المخزنية، وأيضا نتمم بعض الأشياء المتعلقة بالرقابة المخزنية، ولكن موضوع على قدر كبير من الأهمية وهو ما يطلق عليه موضوع الجرد. والمقصود بعملية الجرد أعزائي الطلبة والطالبات هو أن تقوم جهة ما بمراجعة وعد الأصناف الموجودة داخل المستودعات أو داخل المخازن، وذلك للتأكد من أن ما هو موجود داخل المستودع أو داخل المخزن يطابق أو يماثل أو يتوافق مع ما هو موجود بالدفاتر والسجلات المخزنية. بمعنى أن المفروض بطبيعة الأمر إذا كانت كل الأمور تتم بالشكل السليم، من المفترض ألا توجد هناك فروقات أو اختلافات بين ما هو موجود بالفعل داخل المستودع أو داخل المخزن من أصناف وأجزاء ومواد وغيرها، وما هو موجود في بطاقات الصنف وفي الدفاتر المخزنية لكل صنف من هذه الأصناف. وفي موضوع الجرد سنتناول عدة نقاط، لعل من أبرزها أنواع الجرد، دي النقطة الأولى، ثم مزايا الجرد ومتطلبات الجرد والعوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد، وأهم المشكلات التي تواجه عملية الجرد، ثم أسباب وجود فروقات عند عملية الجرد، وأخيرا معالجة الفروق وتقرير بنتائج الجرد. يبقى إذن سنتناول عدة نقاط في موضوع الجرد كما هو أمامنا على الشاشة: أنواع الجرد ومزايا الجرد، متطلبات الجرد، العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد، أهم المشكلات التي تواجه عملية الجرد، أسباب وجود فروقات عند الجرد، كيف نعالج تلك الفروق التي يظهرها الجرد، وأخيرا تقرير بنتائج الجرد. نبدأ بتناول الجزئية الأولى وهي المتعلقة بأنواع الجرد، حيث يوجد لدينا 3 أنواع للجرد، هي الجرد الكلي والجرد الجزئي والجرد المستمر. يبقى إذن لدينا 3 أنواع للجرد: الأول هو الجرد الكلي، الثاني هو الجرد الجزئي، والثالث هو الجرد المستمر. لابد أن نتعرف على مفهوم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الجرد. فالجرد الكلي هو النمط الشائع والمعروف في معظم المنظمات، ويتم مرة واحدة في نهاية السنة، في نهاية السنة المالية من كل عام. بمعنى ان احنا عندنا المنظمات يوجد لديها ما يطلق عليه السنة المالية، سواء كانت سنة ميلادية او سنة هجرية، في نهاية الامر او في نهاية السنة هناك جرد كلي يتم مرة واحدة في نهاية السنة المالية، سواء كانت سنة هجرية او سنة ميلادية. اما الجرد الجزئي فهو جرد غالبا يكون فجائي ويتم لجزء من المخزون وليس لكل الأنواع الموجودة بالمخزن أو بالمستودع، ومن ثم يتم دون علم مسبق لدى رجال المستودعات أو رجال المخزون، ويمكن القول بأنه متمم أو مكمل للنوع الأول. يبقى الجرد الكلي بيتم في نهاية السنة في معظم الأحيان مالية أو هجرية، أما الجرد الجزئي فهو فجائي ويتم دون علم مسبق لدى العاملين بالمستودعات، وكما أشرنا فهو متمم أو مكمل للجرد السنوي أو للجرد اللي هو الكلي. أما النوع الثالث والأخير فهو كما يطلق عليه الجرد المستمر، وهو النمط الذي يتم على مدار العام وبخاصة في الشركات الكبيرة، يعني ممكن أيضا يكون فجائيا أو بيتم في أي لحظة أيضا، ويتم في الشركات الكبيرة التي تتعامل مع أصناف كثيرة يصعب جردها مرة واحدة. ومن مزايا الجرد المستمر إنه بيتم دون ضغط، السرعة بما يضمن الدقة،
بمعنى ان احنا ممكن نعمله زي ما اتفقنا بشكل مستمر، يعني ممكن نعمله في الشهر الاول ثم نكمل جزء اخر في الشهر الثاني ثم نكمل جزء ثالث في الشهر الثالث وهكذا، وبالتالي فان الجلد المستمر يتم دون التعرض لضغط الوقت او السرعه، بما يضمن بالتبعيه الدقه في اجراء عمليات الجلد. لا يتم ايقاف العمل في المستودعات اثناء عمليات الجلد المستمر، على عكس النوعين الاخرين من ضمن المتطلبات والقواعد اللي احنا هنقولها في النقطة الثالثة، المتطلبات المتعلقة بالجرد. هنقول لو احنا بنعمل جرد كلي او جرد فجائي بنوقف العمل في المستودعات اثناء عمليات الجرد، وبالتالي ليست هناك عمليات استلام وليست هناك عمليات صرف. اما فيما يتعلق بالجرد المستمر نلاحظ وندقق اعزائي الطلبه والطالبات، لا يتم ايقاف العمل في المستودعات اثناء عمليه الجرد المستمر على عكس النوعين الاخرين. هذا ومن الممكن ايضا ان ينقسم الجرد الى دفتري وفعلي، الدفتري اللي هو موجود في الدفاتر او السجلات، والفعلي اللي هو موجود بالفعل داخل المستودع. النقطه الثانيه تتعلق بمزايا الجرد، إذا باء مزايا الجرد. لدينا عدة مزايا تتحقق من وراء عمليات الجرد، لعل من أبرزها رقم واحد، لدينا 4 مزايا: التحقق من مطابقة الأرصدة الفعلية للأرصدة الدفترية والكشف عن أي فروق وسبب ذلك. يبقى إذا أول ميزة تتحقق من وراء الجرد التحقق من مطابقة الأرصدة الفعلية للأرصدة الدفترية اللي موجودة بالسجلات والكشف عن أي فروق وسبب تلك الفروق أو الانحرافات. النقطة الثانية أو الميزة الثانية الكشف عن حالات العجز الناتجة عن الإهمال أو السرقة، وبالتالي محاسبة من أهمل أو محاسبة من سرق لهذه الأصناف من داخل المستودع. أما عن الميزة الثالثة فهي حث العاملين بالمخازن على تحري الدقة والمحافظة على الموجودات بالمستودعات أو المخازن، ليقنهم بأن الجرد يمكن أن يفتح التقصير أو التلاعب. بمعنى آخر إن إحنا هنا بنجبر بشكل أو بآخر عندما يكون لدينا جرد يتم في أي لحظة وجرد في نهاية السنة وجرد فجائي أو مستمر، بنجبر العاملين بشكل أو بآخر على أن يؤدوا عملهم بشكل سليم، بنجبرهم عن أن يحافظوا على الأشياء والأصناف الموجودة داخل المستودع، وذلك حتى لا يتعرضوا أو يتم اتهامهم بالتقصير أو بالتلاعب أو وصفهم بالتقصير أو التلاعب. الميزة الرابعة إن الجرد بيعطي الفرصة لأن تصبح الحسابات الختامية أكثر تعبيرا عن الواقع، وذلك بما يتيح من أرقام عن حقيقة أرصدة المخزون. بمعنى النقطة الرابعة والأخيرة إن إحنا بنيجي في نهاية السنة المالية والمنظمات والمحاسبين بيعملوا حاجة بيسموها الحسابات الختامية للمنظمة، اللي بيظهروا فيها ايه المخزون اللي موجود عندنا، وبيظهر ايضا في الميزانيه العموميه للشركه بند يطلق عليه بند المخزون، سواء كان هذا المخزون تم الصنع او كان هذا المخزون مخزون تحت التشغيل او كان هذا المخزون مواد خام او اجزاء او تجهيزات او ما شابه ذلك. كل اصناف المخزون تظهر في بند الميزانيه العموميه للشركه او قائمه المركز المالي للشركه، يظهر كبند داخل هذا المركز وهذه الميزانيه. فإذا تم الجرد بشكل سليم وكانت هناك أرقام فعلية حقيقية عن الموجودات داخل المستودع أو داخل المخزن، بيظهر هذا الرقم في المركز المالي للشركة أو للمؤسسة بشكل سليم. أما إذا كان عملية الجرد لا تتم بالشكل السليم ولا تتم بالدقة المطلوبة، فالرقم الذي يظهر في الميزانية عن المخزون أو في المركز المالي لن يكون صحيحا في هذه الحالة، ولن يظهر الحقيقة عن المركز المالي للشركة أو للمؤسسة. والجرد الناجح بطبيعة الحال لابد أن يكون له مجموعة من المتطلبات. ما هي المتطلبات التي يجب أن تتم حتى يتم أداء الجرد بشكل سليم؟ النقطة الأولى، إذا نتناول الآن جيم متطلبات الجرد، أول متطلب تحديد إطار زمني لإنجاز المهمة.
بمعنى ان احنا قبل ما بنقول ان احنا هنعمل عملية جرد لابد ان نحدد يا ترى المهمة دي هتتم في قد ايه. يعني احنا كمعنيين باجراء عملية الجرد اقول ان الجرد هيتم خلال اسبوع في مدة زمنية قدرها اسبوع، او هنعمل الجرد لمدة 15 يوم، وبالتالي لابد من اطار، من تحديد الاطار الزمني لانجاز مهمة الجرد. النقطة الثانية المهمة جدا هي حسن اختيار اعضاء اللجنة التي تقوم بعملية الجرد من حيث الخبرات، لابد ان تتوفر لديهم الخبرات اللازمة لاعداد عملية الجرد، ايضا من حيث الامانة حتى لا يقومون بالتدليس او باخفاء بعض الامور حماية لبعض الاشخاص الموجودين داخل المستودعات او داخل المخازن، وبالتالي لابد ان نختار اعضاء اللجنة القائمة بالجرد من حيث المواصفات، الخبرة مهمة جدا والامانة ايضا مهمة جدا، وبالتالي يجب ان يراعى ذلك في عملية الاختيار. اما المتطلب الثالث فهو القيام اعطاء التعليمات اللازمة بوقف عمليات الصرف او الاستلام خلال الجرد. يبقى احنا بنقول لو بنعمل جرد كلي او جرد جزئي او فجائي بنعطي التعليمات اللازمة بوقف عمليات الصرف او الاستلام خلال عمليات الجرد. يعني المخزن ما يستلمش اشياء جديدة ولا يخرج من عنده اصناف جديدة، اللي هو لا يصرف او لا تتم عمليات الصرف لبعض الاصناف اثناء عملية الجرد الكلي او الجزئي اللي هو الفجائي. انما احنا اشرنا في الجرد المستمر ان احنا لا نوقف عمليات الصرف او الاستلام. اما بشكل عام فيما يتعلق بالجرد الكلي والجرد الجزئي او الفجائي فنحن نعطي تعليمات بوقف عمليات الصرف او الاستلام حتى لا يحدث نوع من التلاعب والتدليس فيما يتعلق بالموجودات داخل المستودع او داخل المخزن. المتطلب الرابع القيام ببعض الاعمال المتعلقه بالجرد. يعني احنا بنعمل جرد في حاجات كمان متعلقه بالجرد مثل عمليات التصنيف واستكمال المستندات وما شابه ذلك. ايضا وقف اجازات العاملين بالمستودعات حتى يكونوا تحت امره استدعاء لجنه الجرد للرد على اي استفسارات في اي لحظه. يبقى اذا اثناء فتره الجرد سواء كانت اسبوع او 2 او 3 او اكثر موقف الاجازات التي تعطى للعاملين بالمستودعات عشان لا نحتاجنا اي موظف او اي عامل داخل المستودع للاستفسار عن شيء ما من قبل لجنة الجرد يقوم بالرد في اي لحظة. المتطلب السادس والاخير وضع الاسس السليمة لمعالجة الفروق المخزنية. يبقى اذا احنا كلجنة لابد ان نضع الاسس السليمة لمعالجة الفروق المخزنية ان وجدت. دي كانت أهم 6 متطلبات يجب أن نراعيها فيما يتعلق بالجوانب أو المتطلبات اللازمة لإجراء الجرد المخزني. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة د وهي العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد. العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد بمعنى هل نتبع سياسة الجرد الشامل أم نقوم بعمليات الجرد في ضوء عينة من الموجودات داخل المستودع او داخل المخزن. وفيما يتعلق بتلك العوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد ما بين شامل وعينة لدينا 6 عوامل. اولها رقم 1 عدد الاصناف. بمعنى اذا كان عدد الاصناف الموجودة بالمستودعات او المخازن عدد الاصناف عددها كبير فغالبا ما نلجأ الى اتباع سياسة العينة. يبقى لو عند الاصناف اللي موجودة داخل المستودعات او داخل المخازن عددها كبير جدا يصعب ان احنا نعمل عملية الجرد وفقا لطريقة الحصر الشامل، وبالتالي سنلجأ الى طريقة العينات لاجراء عمليات الجرد. اما اذا كانت الاصناف الموجودة داخل المخزن او المستودع عددها قليل ففي هذه الحالة يمكن اتباع سياسة الجرد الشامل. اما المتغير الثاني فهو الميزانية المخصصة للجرد. الميزانية المخصصة للجرد بمعنى ان عمليات الجرد يترتب عليها تكاليف ومصروفات معينة من حيث
ما يعطى للأفراد القائمين بالجارد، ما يعطى من أدوات يمكن أن تستخدم في الجارد وما شابه ذلك. فإذا كانت الميزانية المخصصة للجارد ميزانية كبيرة يمكن استخدام سياسة الجارد الشامل، أما إذا كانت الميزانية المخصصة للجارد بسيطة أو قليلة أو محدودة فنتبع أسلوب أو سياسة العينة في عمليات الجرد. العامل الثالث الوقت المتاح. إذا كان لدينا وقتا متاحا كبيرا لإجراء عمليات الجرد ففي هذه الحالة يمكن أن نتبع سياسة الجرد الشامل، أما إذا كان الوقت المتاح محدودا لإجراء عمليات الجرد فسوف نتبع سياسة الجرد من خلال العينات. العامل الرابع مدى أهمية الأصناف. إذا كانت الأصناف التي نقوم بجردها ذات أهمية كبيرة ومحورية وجوهرية للمنظمة ومؤثرة في أداء المنظمة فالجرد الشامل هو السياسة الأفضل. أما إذا كانت الأصناف غير ذات أهمية أو قليلة الأهمية فغالبا ما نتبع سياسة الجرد بالعينة. العامل الخامس الهدف من الجرد. يا ترى احنا عايزين مؤشرات يبقى ممكن نتبع العينة، ولا نريد أن نقف على حقيقة الموجود بالمستودعات من الأصناف المختلفة وبالتالي نلجأ إلى سياسة الجرد الشامل. يبقى لو عايزين مجرد مؤشرات بس فقط يبقى نتبع سياسة العينة أو الجرد بالعينة. أما إذا كنا بصدد الوقوف على حقيقة الموجود بالمستودعات أو المخازن من الأصناف المختلفة ففي هذه الحالة سنتبع سياسة الجرد الشامل. العامل السادس والأخير هو حجم المخزون. الحجم هنا ليس من حيث العدد وإنما من حيث حجم الأصناف الموجودة، كلما كانت حجمها بسيط كلما اتبعنا سياسة الحجم الجرد الشامل، أما إذا كان حجم المخزون كبير جدا ففي هذه الحالة بنتبع سياسة العينة. دي كانت النقطة د المتعلقة بالعوامل الحاكمة في تحديد سياسة الجرد ما بين سياسة الجرد الشامل وسياسة الجرد بالعينة. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة ه المتعلقة بأهم المشكلات التي تواجه عملية الجرد. يعني واحنا في عملية الجرد نقابل أو بنواجه بعديد من المشكلات. لعل من أبرز هذه المشكلات هي على سبيل المثال ست أنواع أو ست مشكلات. المشكلة الأولى نقص الكفاءات والخبرات اللازمة للقيام بعملية الجرد. نقص الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بعملية الجرد. بمعنى إن إحنا قد لا يتوافر لدينا الأفراد المؤهلين للقيام بعملية الجرد، وبالتالي دي مشكلة بتقابلنا. يا ترى هنوفر هذه الكفاءات والخبرات منين؟ إذا لم يتوافر لدينا داخل المنظمة سنضطر إلى اللجوء لبعض الأفراد من خارج المنظمة أو أن ندرب الأفراد اللي موجودين عندنا. المشكلة الثانية نقص المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرد. يعني إحنا عشان نعمل جرد لازم يبقى عندنا حاجتين، واقع موجود في المستودع وبيانات موجودة في الدفاتر والسجلات المخزنية. طب لو عندنا نقص في البيانات اللي موجود في السجلات المخزنية كيف نقوم بعملية الجرد؟ يبقى مشكلة، ودي من أكبر المشكلات التي قد تواجه القائمين بعملية الجرد المخزني، إن في خلل أو في نقص أو في أخطاء في عمليات أو في البيانات المتوفرة عن السجلات أو الدفاتر المخزنية، وبالتالي تكون هناك صعوبة كبيرة جدا في عمليات المقارنة بين ما هو موجود فعليا داخل المستودع وما هو بالفعل وما هو آسف موجود بالدفاتر والسجلات من حيث الأرقام وما شابه ذلك. يبقى لو عندي خلل في البيانات للأسف الشديد عملية الجرد هتكون صعبة جدا. المشكلة الثالثة كثرة الأصناف المطلوب جردها مع ضيق الوقت أو قصر المدة. لو عندنا أصناف كتيرة والمفروض نقوم بعملية الجرد في مدة محددة وقصيرة أعتقد عملية الجرد هتكون صعبة جدا. المشكلة الرابعة عدم وجود التعاون المطلوب من بعض الأقسام والإدارات عند قيام لجنة الجرد بعملها. ليه؟ لأن احنا الحقيقة واحنا بنقوم بعمليات الجرد لابد أن يتوافر نوع من التعاون ما بين القائمين بعملية الجرد و
الإدارات والأقسام المختلفة داخل المنظمة. لماذا؟ لأن احنا بعض الأصناف أو بعض المواد قد تكون موجودة لدى جهة ما، إدارة الإنتاج مثلا أو إدارة المشتريات أو الإدارة المالية، فنريد أن نتأكد من وجود هذه الأصناف لدى هذه الإدارات أو الأقسام في حال عدم ثبوتها داخل أو ثبوتها بالأوراق أو بالمستندات أو بالسجلات وما شابه ذلك. لربما نسي الموظف أو العامل اللي موجود داخل المستودع خرج بعض الأصناف من المستودع ولم يسجلها، بس افتقر هذه الأصناف واحنا بنعمل عملية الجرد. فيجب على الإدارات والأقسام المختلفة أن تتعاون مع لجنة الجرد وأن تمدها ببعض البيانات إذا تطلب الأمر ذلك. ومن ثم من أهم المشكلات هي عدم وجود التعاون المطلوب ما بين الإدارات والأقسام عند قيام لجنة الجرد بعملها. المشكلة الخامسة سوء التنظيم داخل بعض المستودعات، بمعنى تعدد أماكن تخزين الصنف، أحط شوية من الصنف أو نضع جزء من هذا الصنف في المستودع الفلاني أو في جزء المستودع الفلاني، ونضع جزء آخر من نفس الصنف في مستودع آخر أو في مكان آخر، فبيبقى فيه صعوبة في عمليات العد لهذه الأصناف أو لهذا الصنف داخل الأماكن المختلفة. أو إن إحنا بنخزن الأصناف بشكل مكدس في الممرات مما يعوق عمليات الجرد. يبقى إذن سوء تنظيم بعض المستودعات كتعدد أماكن تخزين الصنف الواحد أو تخزين بعض الأصناف بصورة مكدسة في الممرات وما شابه ذلك. المشكلة السادسة والأخيرة تتعلق بتعمد التضليل وإخفاء الحقائق من جانب بعض العاملين بالمستودعات من ذوي النوايا السيئة، وبطبيعة الحال هذا التضليل والإخفاء سيكون سببه إما سرقات أو تلاعب أو ما شابه ذلك، لأن مفيش موظف هيضلل لجنة الجرد أو يعطيها بيانات خاطئة أو مضللة أو يخفي بعض الحقائق إلا إذا كانت نواياه سيئة، لأن هناك تلاعب، لأن هناك سرقات، لأن هناك فساد داخل المستودعات، وبالتالي فهو يضلل أو يخفي الحقائق أو يتلاعب. دي كانت أهم المشكلات اللي يمكن أن تواجهنا أثناء عملية الجرد. سننتقل بعد ذلك إلى النقطة واو المتعلقة بأسباب وجود فروقات أثناء عملية الجرد. أسباب وجود فروقات ما بين الدفاتر والمستندات المخزنية والواقع الفعلي داخل المستودع. إلا أننا يجب أن نلاحظ مبدئيا نقطة على أهمية كبيرة جدا، وهي أن وجود فروقات ما بين الدفاتر والواقع الفعلي لا يعني أن القائمين على الأمور بالمستودعات أو المخازن نتهمهم بالسرقة أو بالتلاعب أو بعدم الأمانة. ليه؟ لأن ربما تحدث تلك الفروقات بسبب عوامل تخرج عن نطاق سيطرة القائمين على الأمر داخل المستودعات أو المخازن، اللي هم العمال اللي بيشتغلوا أو الموظفين داخل المستودع. يبقى إذن بداية نجد أن تلك الفروقات قد تمثل دليل إدانة وقد لا تمثل دليل إدانة، إلا أن هذا الحكم غير دقيق، لأننا سنحكم على هذه الفروقات لسبب وجودها نذكر من بينها. يعني ليس بالضرورة أن تحدث الفروقات لسرقة أو لتلاعب، وإنما قد لا تمثل دليلا على تلك السرقة، وذلك للأسباب التالية. إن بيحصل الفرق بسبب العوامل الطبيعية مثل الجفاف أو التبخر بسبب التخزين في العراء أو ما شابه ذلك. قد تحدث الفروقات بسبب أخطاء التسجيل في البطاقات سواء بالنقص أو بالزيادة. قد تحدث الفروقات بسبب أخطاء في عملية الجرد نفسها، إحنا كلجنة جرد أخطأنا في عمليات الجرد. رقم 4، قد تحدث الفروقات بسبب الصرف من المستودعات بدون تسجيل في النماذج، زي ما اشرنا من شويه ان احنا صرفنا بعض الاصناف لبعض الادارات والاقسام ونسي الموظف يسجل الكلام ده في النماذج، يبقى الصرف من المستودعات بدون تسجيل في النماذج. رقم 5، الخطأ في العد او الوزن او القياس.
قد يحدث خطأ أو فروقات بسبب ذلك، أيضا قد تحدث الفروقات بسبب السرقة أو الاختلاس، وأخيرا قد تحدث الفروقات بسبب التلف المتعمد. إذا يلاحظ أعزائي الطلبة والطالبات أن احنا فيما يتعلق بأسباب وجود فروقات عندنا ما بين ما هو موجود بالمستودع فعليا وما هو مسجل في الدفاتر والسجلات، البعض منها يرجع إلى بعض الجوانب الأخلاقية، أي بمعنى عدم أمانة الشخص المعني بالتخزين من حيث السرقة والاختلاس والتلاعب وما شابه ذلك، أو حتى التلف المتعمد، وقد يكون لأسباب تتعلق أخطاء واردة بشرية، عدم التسجيل، عدم مراعاة بعض الجوانب من حيث العد والوزن وما شابه ذلك، وقد تحدث أيضا بسبب أمور طبيعية تخرج عن نطاق وسيطرة القائمين على الأمور داخل المستودعات والمخازن، بمعنى أن لدينا بعض الأصناف قابلة للتبخر، فقابلة للتبخر لما باجي أوزنها بعد كده أو نشوف وزنها قد إيه بنجدها أقل مما يجب أن يكون. أيضا يراعى في ذلك أن بعض الأصناف قد تجف، وبالتالي جفافها يؤدي إلى انخفاض وزنها، أيضا قد تكون سبب في وجود بعض الفروقات. نتوقف عند هذه النقطة أعزائي الطلبة والطالبات فيما يتعلق بعمليات الجرد، على أن نكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالجرد وبعض الجوانب المتعلقة ببعض الاتجاهات الحديثة في المستودعات وفي المخازن. نلقاكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.